شبابنا نروح إلى المثال الرابع اللي هو دي واي إلى دي اكس يساوي 3 واي ناقص 4 اكس أس 5 على اكس. هنا ما صار عندي اكس أس 5، بعد ما أقدر أختبر أنه هل هو هوموجينيوس لو لا، بس أقدر أرتبه. شلون؟ هنا أنا أقدر أقول هو 3 واي على 3 اكس على 3 على اكس واي ناقص 4 اكس أس 4 فقط، أنه قسمت على اكس. أودي هاي بالجهة الثانية، فش صار عندي؟ صار عندي دي واي إلى دي اكس ناقص 3 على اكس في واي شي يساوي ناقص 4 اكس اس 4. لو تباوع شباب هذا صار لينير صريح جدا. شون هاي هي الدالة كيو اوف اكس، وهاي اللي ضللتها بالأخير هي شنو؟ هي بي اوف اكس. إذا بي اوف اكس وكيو اوف اكس هذا موجود، والدالة هي شنو؟ لينير. كيف تحل اللينير؟ تقول أول شيء ألقي تكامل P of X دي اكس ويساوي لتكامل الناقص 3 على X دي اكس، هذا قبل شوية كاملنا، ناقص 3 يطلع برا، تكامل 1 على X دي اكس ويساوي ناقص 3 لن الأكس ويساوي لن X أس ناقص 3 ويساوي لن 1 على X تكعيب. زين، لن 1 على X تكعيب عرفنا، هذا هو منو التكامل P of X دي اكس. انتجريشن فاكتر شي يساوي لي؟ هو E للتكامل P of X DX ويساوي لـ E للن الواحد على X تكعيب، الـ E ويا اللن تروح، فش يبقى عندي؟ يبقى عندي واحد على X تكعيب. القانون مال حل يصير واحد على Y يساوي الواحد على integration factor، تكامل integration factor في Q of X DX زائد C على integration factor، فيصير واحد على واحد على X تكعيب، تكامل واحد على X تكعيب في شنو؟ في ناقص X 4 X أس 4 DX زائد C على 1 على X تكعيب. انتبه وياي، هاي الـ X تكعيب تروح ويا هذا، يبقى فقط X، والمقام المقام ينقلب، فشي يصير عندي؟ يصير عندي X تكعيب تكامل الناقص 4 X DX زائد C X تكعيب. تكامل الناقص 4 X، الناقص 4 أصلا يطلع برا، ها تكامل الاكس هو اكس تربيع على 2، فيصير ناقص 4 على 2 اكس تكعيب في شنو؟ في اكس تربيع زائد سي اكس تكعيب. طبعا اكس تربيع هو اكس تكعيب عند الضرب، شو يصير بالاسس؟ تجمع، وهذا نقسمه فصار ناقص 2 اكس اس 5 زائد سي اكس تكعيب. شكرا لكم.